برضه اقول لحضراتكم طبعا جماهير نادي الزمالك واحنا كلنا كزملكاويه عمرنا مين بقى لاعب مين ما لعبش عمرنا ما هنتقبل فكره الخساره، لكن احنا برضه لازم نفهم الوضع اللي احنا فيه كويس، لازم نفهم الظروف اللي احنا فيها، لازم نفهم الهدف اللي احنا فيه. احنا كده كده يا جماعه نادي الزمالك هيشارك في الكونفدراليه، نادي الزمالك سواء فنش ثالث رابع خامس هي كلها في الاول وفي الاخر هترجع نفس النتيجة بالظبط، يعني كده كده في الاول وفي الاخر مش هتفيدك بحاجه، سواء ثالث سواء رابع سواء خامس سواء سابع مش هتفيدك بحاجه، الا هيبقى فقط هو مركزك في جدول الدوري. الثالث لا يليق بالزمالك، ولا الرابع ولا الثاني ولا الخامس ولا اي مركز غير المركز الاول، ده احنا عارفينه وعندنا يقين بيه بشكل كبير جدا. نادي الزمالك دايما طول عمره هدفه المركز الاول في اي بطوله بيدخل فيها، لكن بما ان الظروف حكمت عليك وحكمت علينا كجمهور فاحنا من حقنا نزعل ومن حقنا ننتقد، بس يكون انتقاد ايجابي لمصلحه الفريق، لكن في نفس الوقت لازم نتقبل فكره الوضع الحالي اللي موجود فيه الفريق. لازم نصبر، لازم نستحمل، زي ما انا قلت وهفضل اقول كلنا يا نادين زعلانين جدا طبعا من النتيجه، واي تعادل مش هقول لكم بقى خساره نادي الزمالك بالنسبه لنا يعني كارثه، وبنبقى يعني الواحد خلاص مش بيبقى طايق نفسه من النتيجه، لكن هو ظرف وهو وضع اتحطينا فيه، هنعدي المرحله اللي احنا فيها. خلاص الدوري فاضل يعني عليه 5 ماتشات لنادي الزمالك، خلاص هيخلص على الف خير ان شاء الله باذن الله الدوري اللي يعني انت مصدق انه هيخلص يا خالد اصلا؟ يعني ان شاء الله باذن الله ما فيش حاجه تحصل تاني، بس خلاص بحلوه بمره بمشاكله باحداثه خلاص هننساها وهنعديها وهنركز ان شاء الله في اللي جاي، لكن احنا اللي علينا ان احنا نستحمل ونقدر الظروف اللي بيعيشها النادي في خلال الوقت الحالي. محدش يطلع يقول لي ان انا بتكلم في مبررات، لا انا بتكلم في وقائع وبتكلم في حاجات واقعيه بيمر بيها النادي وبيمر بيها الناس. يا خالد انت بتتكلم على سلبيات احنا اتحطينا فيها، لازم نطلع بقى منها الايجابيات. بالظبط، ما دي مش مبررات، ده بالظبط يعني. ده جزء من اختصاص المدير الفني ومستر جوميز، خلاص الناس كلها عارفاه ان هو بيحاول يعني يخرج باكبر استفاده من خلال الكام مباراه اللي فاضلين لنادي الزمالك، لكن عايز اقول لكم باذن الله ان الوضع هيتحسن الفتره اللي جايه. جماهير نادي الزمالك انا عارف يا نادين واحنا كلنا يعني مستنيين من مجلس الاداره كمان شغل محترم جدا ان شاء الله هيحصل خلال الفتره اللي جايه، من تعاقدات بقى من صفقات من تدعيمات للفريق الاول، كل ده هيخلي الزمالك ليه شكل تاني وهيخلي نادي الزمالك ليه وضع تاني خلال الموسم اللي جاي، وان شاء الله باذن الله نادي الزمالك ينافس على كل البطولات السنه الجايه بكل قوه كبيره جدا جدا من خلال التدعيمات ومن خلال الاستقرار اللي يعيشه الفريق من دلوقتي وحتى بداية الموسم القادم. فإن شاء الله بإذن الله كل التوفيق كل الدعم كل مساندة لكل المنظومة الكروية داخل نادي الزمالك ولكل مجلس إدارة نادي الزمالك، اللي هم إن شاء الله بإذن الله يرجعوا نادي الزمالك كنادين خلال الفترة الجاية لمنصات التتويج مرة أخرى.